السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا ريتنا كنا لعبنا مباريات الدوري بالكامل قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. أعتقد إن ده لسان حال جماهير نادي الزمالك بعد الأزمات اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ولاعبين عايزين إعارات، ولاعبين عايزين عقودهم تتجدد، ولاعبين عايزين يفسخوا عقودهم، وآخرهم طارق حامد والعرض اللي جاي لطارق حامد من نادي الاتحاد السعودي. سمعنا كلنا عن العرض اللي جاي لطارق حامد من نادي الاتحاد السعودي، واللاعب يفكر جديا في الإعارة أو الابتعاد عن نادي الزمالك، واللي عارفين المبلغ كبير، يعني المبلغ مغري. واتكلم عن الموضوع ده احمد عيد عبد الملك، تقريبا له علاقه باحمد بطارق حامد، واتكلم وقال من حق طارق حامد ان يشوف مستقبله. طارق حامد رفض 20 مليون جنيه من نادي بيراميدز اوائل ايام تركي آل الشيخ الموسم الماضي، وعربيه احدث موديل ب 2 مليون جنيه، وفضل مع نادي الزمالك على امل ان هم هيدوا له 5 مليون جنيه خارج عقده، لكن ده ما حصلش. فهو عشان يضحى من اجل جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك، فهو المفروض بقى الفتره اللي جايه جماهير تسنده وتقف في ظهره علشان يكون نفسه ويعمل حاجه ويامن مستقبله، زي ما بيقول احمد عيد عبد الملك. يعني طارق حامد بشكل كبير مش موجود في نادي الزمالك الموسم المقبل، وفرجاني ساسي ممكن يمشي، وكهربا وازمات كهربا، ولسه ما نشوف حمد النقاز هو اللي ممكن يمشي، وفرجاني ساسي والعروض اللي ممكن تجي له. فهل هنشوف نادي الزمالك يفضل واقف على رجليه، ولا الزمالك خلاص مرتضى منصور فركش اللعيبه؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره المقبله. اما بالنسبه لنادي الزمالك، فنادي الزمالك زي على طول بيطلع اي اخبار بتيجي عن اللعيبه ولا يطلع ينفي على طول. قال لك اكد مصدر من نادي الزمالك ان النادي لم يتلقى اي عرض سعودي بشان اللاعب طارق حامد، وقال الزمالك لن يفرط في اللاعب. طب اللاعب اللي هيفرط فيكم غصب عنكم علشان الراجل عايز يامن مستقبله، يا اما تدفعوا بقى شغل. وبعدين هنا يعني نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم موضوع كهربا، برضو القصه بتاع الكهربا لما جم الراجل عايز يرجع نادي الزمالك، مرتضى منصور عايزه لكن بشروط. كهربا عايز 15 مليون جنيه في السنه، يعني شغل ابتزاز. هتدفع ادفع خد اللاعب، لكن وريني بعد كده بقى كل اي حاجه هيتعوج عليك، وريني هتعرف تمشي اللعيبه اللي عندك ازاي. ده ازمات نادي الزمالك. قال لك واللاعب بيقدم موسم جيد مع نادي الزمالك واداؤه مع المنتخب، وكان في مصادر على ان عرض جاي ب 2 مليون دولار لنادي الزمالك مقابل الاعاره، بخلاف مليون و300 الف دولار هيحصل عليهم اللاعب طارق حامد. فاحنا هنشوف خلال الفتره المقبله طارق حامد هيعمل ايه. طبعا يعني اعلان بتاع بيبسي ده واللعيبه، احنا اسفين مهزئين بتاع اللعيبه المهزئين بتوع الاعلان، احنا اسفين ده اللي بيعتذروا فيه بتاع بيبسي ده. فاقل شيء يعني الشعب المصري كمان يقاطع شركه بيبسي دي، يقاطعها ما يتعاملش معاها، لانها بتسخر من مشاعرك، من مشاعر المصريين، من غضب المصريين. قال لك طالب لاعبي منتخب مصر مشاركين في اعلان الاعتذار ايقاف الاعلان على عقب الهجوم الشديد الذي تعرضوا اليه اللاعبين. طلبوا بقى كان عدد من لاعبي المنتخب قد بثوا اعلان تجاري يشمل اعتذار الجمهور على خروج افريقيا، والاعلان لقى غضب وسخط كبير من الجمهور المصري، وزاد من حده الغضب تجاه لاعبي المنتخب مما جعلهم يطالبون بايقاف الاعلان. وبالفعل تنوي الشركه التجاريه التي اطلقت الاعلان التقدم باعتذار رسمي خلال بيان صحفي بعد قليل، وتنوي ايضا ايقاف الاعلان بعد الهجوم الذي تعرضت له. يعني مش عارفين هو يعني تسرب ولا اتحرف، ولا هو الاعلان، ولا الشركه هتطلع تعتذر، لسه ما ريتو ان مش عارف. رد فعل سريع من جمهور الزمالك رفضا لبيع طارق حامد. بعد ما الاخبار انتشرت على ان نادي الزمالك ناوي يبيع طارق حامد، جماهير نادي الزمالك عملت هاشتاج طارق حامد مش للبيع، بيتصدر موقع تدوينات القصيره تويتر، بيعبروا فيه عن غضبهم من اداره الزمالك وفكره بيع طارق حامد. لكن مفيش حاجه بايدك يا ولدي، كله بايد اللاعب حاليا طارق حامد. اه موجود معاك، لكن هيتعبك يا تزوده يا اشوف مصلحته وامشي. قالك كان صحيفه سعوديه قد تحدثت ان اتحاد جده ينوي تقديم عرض للزمالك من اجل ضم طارق حامد
لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون زي ما قلت حضراتكم. ورغبة الزمالك إن اللاعب موجود معاهم مش هيستغنوا عنه، لكن الفلوس بتغير كل حاجة. زي رأي المثل يقول لك الفلوس بتخلي العجوز ننوس. قرر الاتحاد المصري لكرة قدم مد فترة القيد الذي سيبدأ يوم 29 يوليو لأكثر من شهر، حيث أن الطبيعي أن القيد المحلي بيظل مفتوح لمدة شهر واحد فقط، إلا أن اتحاد الكرة سيبقى القيد مفتوح لأكثر من شهر. طبعا القيد المحلي القيد الأفريقي هينتهي في 30/7 الجاري. القرار جاء لأن الدوري الجديد سينطلق بعد منتصف شهر سبتمبر. عامر حسين قال أن الدوري الجديد هينطلق يوم 19 سبتمبر، قال وفي حالة إغلاقه يوم 9 القيد يعني في 29 أغسطس يعني بعد شهر واحد فقط من فحصه، سيكون هناك فراغ كبير بين غلق القيد وبين بداية الدوري. هيبقى في فترة طويلة مثلا بتاع حوالي 20 يوم ما بين إغلاق القيد والدوري، فهيسيبوا الفترة دي مفتوحة. يذكر أن الدوري هينتهي يوم 28 مباراة الأهلي والزمالك، لكن الدوري هينتهي والكاس، وما نعرفش الكاس هيكون بصفقات جديدة بصفقات لسه. ثروت بيه سويلم هيشوف لنا القصة راحة فين. ثروت بيه سويلم رئيس اتحاد مصر كرة القدم والمدير التنفيذي وعضو البرلمان غير عمك محمد بسويلم. كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. المفروض دلوقتي عمك محمد بسويلم يطلع يكلم العيال بتوع المنتخب دول لعيبة المنتخب يقول لهم كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة شوية. قال لك الزمالك كان بيلعب النهارده المباراة الودية الثالثة ليه، والزمالك أخيرا كسب بهدف مقابل لا شيء. قال لك حقق الزمالك فوز على فريق دوكسا القبرصي في ثالث وديات الفريق في معسكر قبرص. الزمالك فاز بهدف لا شيء احرزه اللاعب محمد عنتر في الدقيقه 6 من الشوط الثاني، وكان الشوط الاول قد انتهى بالتعادل السلبي، وكان الزمالك خسر التجربه الاولى بربعيه مقابل 3 اهداف، وتعادل في الوديه الثانيه بثلاث اهداف مقابل 3 اهداف. ده مباريات نادي الزمالك. اما بالنسبه لاتحاد الكره وانتخابات اتحاد الكره، رغم الازمات اللي بيمر بها اعضاء الاتحاد المصري والاتهامات الموجهه لاتحاد مصر كره القدم بالفساد والعمولات والسمساره وكل الكلام ده كله، الا ان كابتن مجدي عبد الغني العضو السابق للاتحاد المصري لكره القدم ينوي ترشيح نفسه مره اخرى لانتخابات الجبلايه المقرره بعد 3 شهور. وقال مجدي عبد الغني انه بيدرس حاليا الترشح في انتخابات اتحاد الكره المقبله، لانه قضى عمره في مجال الكره وحاصل على العديد من البطولات. واضاف اتحاد الكره كان مستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه بشكل جيد، ولكن لاعبي المنتخب لم يكونوا مستعدين فنيا. وقال مش هننزل نلعب احنا يعني. والمهم يعني ان مجدي عبد الغني مش عاوز يكن يعني، لسه مقدم استقالته ما بقولش 3-4 ايام، ما يستناش مثلا سنه الفتره دي تعدي ويعدي، لا ده حلاوتها في حموتها. يعني الانتخابات التكميليه دي هتقعد سنه يبقى في انتخابات تاني. لا مجدي عبد الغني انا على طول موجود، اروح فين انا ما اوريش حاجه، انا حابب القصه افضل موجود. المهم بالنسبه لكهربا زي ما قلت لحضراتكم اللعيب، ومش عارف برضو هيقدروا ازاي يعني لعيب يسيطروا على بيت الفرقه. لما لعيب عندك يفرض شروطه عليك بالطريقه دي، انا عايز كذا وهنظبط لك عقدك وعقدي يبقى فيها اولى وعقدي يبقى مش عارف ايه واخد فلوس وامسك في ايدي، وقت ما يجي لي عقد احتراف همشي، وقت ما يجي لي عقد اعاره كويس همشي. ده اللي كهربا بيقوله لمرتضى منصور والوسطاء اللي بين كهربا ومرتضى منصور، وهنشوف الدنيا رايحه فين. اما بقى بالنسبه لسعفان الصغير، سعفان الصغير مش عارف يسيطر على محمد عواد، برضه بيهاجم احمد ناجي. ليه بيهاجم احمد ناجي؟ طبعا سعفان طلع وقال ان اتصالات اتقطعت بينه وبين محمد عواد وما بيحضرش التمرين، والراجل كان بيقول ان انا ما ينفعش العب مع اللعيبه دي ومستواهم على قدهم ومستواهم مش قوي الكلام ده كله. سفان الصغير قال لعواد يعني انت عواد جاي من اعاره من نادي الوحده السعودي، ما انتش جاي من ريال مدريد يعني. وقال لك من ساعتها من ساعه ما قال لي الكلمتين دول وانه عاوز يروح الزمالك والكلام ده كله، وانقطعت الاخبار مع محمد عواد. قال لك الموضوع دلوقتي في ايد مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه ابراهيم عثمان، يا اما يبيعوه يا اما يتمسكوا ببقائه. يعني اللاعب هيفرض سيطرته، او هي موضوع هو احنا في ايام اللعيبه ولا ايه ما تعرفش. اللاعب يا يفرض يلوي دراع النادي الاسماعيلي ويروح الزمالك، يا اما يتدلع وما يحضرش. قال لك ايه؟ وسعفان كمل قال ان السبب الرئيسي في استبعاد محمد عواد من مسؤول المنتخب هو احمد ناجي مدرب حراس الفراعنه السابق. ليه بقى استبعد محمد عواد؟ قال له بعد ما فشل في ضم عواد للاهلي. لو الاهلي يا سعفان يا صغير شاور لمحمد عواد قال له تعالى وفلوس
وفلوس كان جه، لكن ما رفضش. راجل على كلام محمد عواد بيقول لي الخطيب لما قال لي كلمنا على حارس مرمى رشحت له محمد عواد، لكن هل في حاجة رسمية حصلت؟ هل النادي الأهلي طالب محمد عواد إنه يرجع؟ هل أحمد ناجي قال له تعال هقعدك معاد في النادي الأهلي؟ هل النادي الأهلي تقدم بعرض النادي إسماعيلي؟ النادي الأهلي مش عايز عواد، النادي الأهلي عنده أفضل حارس مرمى في مصر حاليا محمد الشناوي. محمد عواد ده لا ما ينفعناش، الراجل اللي يسيب نادي بالطريقة ويبيعنا ما ينفعناش، ما يلزمناش. لكن بقى هتعلق فشلك يا سعفان يا صغير على محمد على أحمد ناجي بعد فشلك في إقناع محمد عواد إن يجي لك أنت وأنت، إنما ما حدش هيصدقك. لما تعلق فشلك اللاعب داس على عليك وداس على النادي الإسماعيلي وجاي تتكلم عن النادي الأهلي وفشل وأحمد ناجي، أحمد ناجي مش عايز المنتخب. يعني النهاردة نادي الزمالك عايز جنش يروح، إكرامي يروح، عواد يروح، ابو جبل يروح، طب ما تودوا كل الناس بقى، كل واحد عايز عنده ابنه حلو كده وشايفه احسن لعيب يوديه منتخب مصر. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده كان تعليق سعفان الصغير على فشله في اقناع محمد عواد في العوده الى نادي الزمالك. اما بالنسبه لعمرو مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الافريقي السابق، وجه رساله لجمهور الزمالك في ظل الاتهامات التي تطوله وهو والده بمجاملة الأهلي على حساب الزمالك خلال تواجدهما في نفس المنصب بالكافة لسنوات ماضية. عمرو مصطفى مراد فهمي قال في تصريحات أكد أنه لا يحب أن تهاجموا جماهير الزمالك ظنا أنه ضدهم، كما أكد رفض ودفاع جمهور الأهلي عنه ظنا أنه محسوب عليهم، وطلب من الجميع تقييمه فقط بالأفعال، ويجب أن يعمل الجميع للبحث عن حلول وبعيدا عن الانتماء. وتحدث قائلا أن الأهلي لم يفز ببطولات في عهد عمرو فهمي في الوقت الذي فاز الزمالك في عهد عمرو فهمي وعهد مصطفى مراد فهمي. يبقى الراجل بيجامل مين؟ ده ردا على اتهامات مصطفى مراد فهمي او عمرو مصطفى مراد فهمي موجهه ليهم من قبل بعض زملكاويه وعلى راسهم مرتضى منصور والمؤامره الكونيه اللي بيعيشها جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. السلام عليكم.